علقت الشاحنة في الوحل، تم إنزال الجثث. يوروفسكي منهك ورجاله ميالون إلى التمرد. قرر أن يحاول حرق جثتين. أمر الرجال بتقطيع الجثث لكي يجعل العملية أسهل. الضرر الملموس الذي أصاب العينة رقم 147 يدعم قصة تقطيع الأوصال، ولكن إهانة أخرى كانت بانتظار الجثث قبل أن يتم حرقها ولم تظهر نتائجها على العظام. ادعى يوروفسكي بأنه جعل رجاله يسكبون مادة حمضية على الجثث لكي يشوهوها بحيث يتعذر تحديد هويتها. فحوصات التركيب الكيماوي للعظام والتي أجريت في روسيا أظهرت آثارا ضعيفة لحمض الكبريت في البقايا. هذه مطابقة أخرى بين الدليل الجنائي والتقرير الوارد في الأرشيف. بناء على قول يوروفسكي، فإنه بدأ هو ورجاله بحرق ما تبقى من الجثتين. اختبر فولسيتي خطة البلشفيين. بدلا من اللحم البشري استخدم لحما مشابها من الناحية البيولوجية، لحم الخنزير. تركيب الخنازير وبنيتها مشابهان لتركيب البشر، لهذا غالبا ما تستخدم في المقارنات الطبية الشرعية.